خدمات وتسهيلات وبرامج عديدة ومغرية كان يقدمها القطاع المصرفي اللبناني لمودعيه قبل أن تتوقف المصارف مؤخراً عن إعطاء فوائد على الودائع، فهل انتهى ما كان يعرف بالحساب المجمد؟ وهل أصبحت بهذه الطريقة كل الودائع في المصارف اللبنانية حسابات جارية يمكن سحبها ساعة ما يشاء المودع ضمن سقف محدد؟ نحن بنعرف أن الفوائد نزلت من بعد ما بلشت الأزمة، السبب بكل بساطة لأنه المصارف ما عادت تقدر تسلف لبرا نظرا للمخاطر الأوبريشنال ريسك المخاطر والكريدت ريسك المخاطر يلي بتواجهها. لذلك كان من يعني من الطبيعي إنه تنزل الفوائد بهالصورة هذه. للحسابات المجمدة حقيقة هي بتتجدد تلقائيا، بده يطلب الزبون بآخر الفترة إنه هالحساب هذا يتحرر ويتحول للجاري، والتحويل ليس بتلقائي. بنعرف نحن انه اليوم العملية عم يدفعوا اقل من 1% على الليرة اللبناني، واقل من يمكن 0.1% على الدولار الامريكي. يعني هذه بتختلف بحسب البنوك وبحسب كمان المبلغ يلي بدو ينودع. الفوائد المرتفعة كانت أحد أهم عناصر الجذب، فهل يمكن للمصرف إنهاء الحساب المجمد وتحويله إلى حساب جاري بدون موافقة المودع؟ لذلك المصارف اليوم أكيد ما عم بتسلف، ما فيها تقدر تسلف إذا ما في إطار مثل ما بقول واضح، وخاصة ضمن برنامج وإصلاحات. ونحن بنعرف خصوصاً انه كمان اوريدي عندها هي قروض بالاسواق، وهذا القروض في قسم كتير كبير يعني ممكن انه ما يقدروا يرجعوا يحصلوا. إذن تنهي المصارف اللبنانية تباعا الامتيازات التي كانت تقدمها لمودعيها، والتي شكلت على مدار السنوات عنصر جذب للرساميل الآتية خصوصا من خارج لبنان.